شنو التأثير اللي راح يصير بالسوق في حال أعلنتوا إضراركم ومضيتوا بهذا الأمر؟ يا عزيز، الوسيط الوحيد اللي يتعامل مع زبون عراقي هو هذا. يعني ماكو أعتقد زبون عراقي يروح المصرف ويروح يصرف والتداول هاله، أكيد هو بشركة صيرفة. مع العلم هي شركة صيرفة، أنا أشوفها لو ماكو تطوير لها أو نشاطات جديدة راح يطلقون رصاصة الرحمة عليها يوم 14 سنة الصراحة، وهاي عشان حظهم وبختهم. يعني لا أرزاق عالم، والبنك المركزي ما أعرف شنو مشكلته، بس مجرد أتحداهم أنه على قولت أستاذ مصطفى ما يطون نشرة أستاذ مصطفى أنه مصرفة جاي يشتغلن يأخذن يوميا 250 مليون دولار شين يشرونه الإعلام؟ ما مستحيل يشره، فما عنده ما عنده أي خطة للمؤسسات المالية. أو هسه اثنين محاربات، شركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة، اثنين هذا المؤسستين محاربات من قبل البنك المركزي. السبب ما تعرف، وهمي. المهم انه هو يحمي نفسه، ما اعرف مؤسسه المفروض تحمي مؤسساتها الفرعيه، لا هو يحمي نفسه فقط. يعني حتى بهذا الموضوع المطار عندي معلومه انه البنك المركزي طرحها على البنك الفيدرالي خلال الفترات السابقه، يعني مو البنك الفيدرالي اللي جو برا البنك المركزي، هاي معلومه يعني انا وصلت تقريبا حقيقيه ومؤكده. هسه خلى نفسه بزاويه محرجه صراحه،